سؤال حبيت نطرحه للحكومة الجزائرية، حبيت نطرح السؤال للحكومة الجزائرية، حبينا نفهم السوريين اللي دخلوا وقت الأزمة، لا غالب صارت في بلادهم حرب وعاشوا واستقروا، راهي من 2011-2014 راهي عمر راهو 10 سنين فاتت. 2024 رانا داخلين على 2024، يعني رانا داخلين في 10 سنوات، كي اللي عنده 15 سنة هو هنا في الجزائر ولم يستفد من الإقامة الجزائرية بالرغم من أنه إنسان منتج، إنسان خدام، ما عندوش مشاكل، وكاين منهم سوريين تزوجوا من جزائريات. وحصلوا في الاوراق تاعهم، لا حبوا يعطوهم اقامات، وكي يجوا يخرجوا على سوريا صعبوها عليهم. وزيد بالزياده يعني انا الامر نطرحه كذلك الى الحكومه السوريه، علاش طلع سعر الجواز السفر الى 17 مليون يعني دراهم تاع 170 الف دينار، 170 الف دينار جزائري، 170 الف دينار جزائري مبلغ غير معقول بالنسبه لتجديد جواز سفر ومدته يموت في عامين. انا حبيت نطرح سؤال الحكومه الجزائريه، علاش لماذا نروحوا على الشرطه ما يعطوناش جواب مقنع؟ ما كان حتى منطق يتقبل الشهاده. الانسان راهو في بلادك ما طلبش منك الجنسيه، طلب منك اقامه باش تكون اقامته شرعيه، ما عنده حتى مشاكل مع الدوله الجزائريه. وهذه هي انا هذا السؤال اللي حابه نطرحه، ماذا بينا يجاوبونا.